إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و65 قرشا للشراء وسجل 17 جنيها و80 قرشا للبيع، في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها 14 قرشا للشراء و21 جنيها و33 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء، وسجل للبيع 4 جنيهات و30 قرشا، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء و4 جنيهات 21 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب عالميا لتصل إلى 1817 دولارا للأوقية. على الصعيد المحلي، انخفضت أسعار الذهب حيث سجل عيار 18 نحو 681 جنيها للجرام، أما عيار 21 فقد سجل نحو 795 جنيها للجرام، كما لمس عيار 24 نحو 908 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 6368 جنيها. إلى أسواق النفط العالمية، حيث جرى تداول النفط عند أعلى مستوياته في 7 سنوات بنحو 90 دولارا للبرميل، حيث دعمت أزمة أوكرانيا الأسعار على الرغم من إشارات إلى أن مجلس الاحتياطي للاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ليصل إلى 90 دولارا وسنتين للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 87 دولارا و33 سنتا للبرميل.